فريق ليأندو على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم. محمود رضا، إبراهيم صلاح، هاني عادل، مالك توري، وهدف أول في الشباك يا عبدو يا يحيى مع الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول، واللقاء يفاجئنا عبدو يحيى بكرة تعانق الشباك بهدف أول محلاوي بكرة جميلة تغرد. يعلن عن المقدمة من تمريرة أشرف سيد إلى عبدو يحيى، ينفرد بالمرمى بالتمريرة في أعماق دفاعات الفريق البترولي، وصلت إلى قائد خط هجوم زعيم الفلاحين بلمسة وليد مصطفى في اتجاه اللاعب عبدو يحيى، يتوغل يتقدم، حطها من فوق حارس المرمى محمود جاد باقتدار ولب.